مرحبا بكم على قناتنا مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذا الفيديو الجديد غنخصو لتصحيح التمرين الثالث من امتحان مادة الرياضيات لسنة 2020، مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية. هذا التمرين هو تمرين ديال الدوال. نعتبر الدالة العددية جي المعرفة بما يلي، معرفة على صفر بلس لانفيني بما يلي جي دو اكس يساوي 2 جذر اكس ناقص 2 ناقص ال ان دو اكس. السؤال الأول بين أن لكل x من المجال صفر بلس لانفيني جي بريم دو x يساوي جذر x ناقص 1 على x، يعني اللي مطلوب منا أننا نحددو الاشتقاق ديال الدالة جي لx. لاحظوا بأن الدالة المشتقة راه عطاوها لينا في التمرين، وبالتالي راه سهل أننا نتوصل ليها. دونك واحد ألف لنبين أن جي بريم دو x يساوي جذر x ناقص 1 على x. لدينا g دو x يساوي 2 جذر x ناقص 2 ناقص ln دو x اللي هي معرفة على 0 بلس لانفيني. إذن نحسب الاشتقاق g بريم دو x، هنا مجموع دوال يعني غنديرو مجموع الاشتقاقات، دونك 2 والاشتقاق ديال جذر اكس هي 1 على 2 جذر اكس. نرى بسيط، الاشتقاق ديال 2 على الثابت هو 0، والاشتقاق ديال ال ان دو اكس هي 1 على اكس. نختزل 2 مع 2 يساوي 1 على جذر اكس ناقص 1 على اكس. هنا ممكن كاين التلاميذ اللي ممكن يحسب، يعني يدير الجداء يدير اكس، يعني اكتب هذه الكتابة، يدير x ناقص جذر x، يعني x في 1 ناقص جذر x في 1 على x جذر x، ثم غيعمل هنا بجذر x، يعني x غير ضو جذر x أو كاري ناقص جذر x على x جذر x، ثم يعمل بجذر x، نعمل بجذر x، عطاتنا جذر x ناقص 1 على x جذر x، نختزلو بجذر x، نحصلو على النتيجة المطلوبة في التمرين يساوي جذر x ناقص 1 على x، على هذه هي جي بريم x. هنا ممكن نحسبو بطريقة أخرى، مباشرة غنضربو هنا البسط والمقام جذر x، دونك غتعطينا جذر x على جذر x أو كاري ناقص 1 على x يساوي جذر x على x ناقص 1 على x. لاحظوا الطريقة الصحيحة 100%، هنا الطريقة صحيحة من طبيعة الحال، ولكن الطريقة الأبسط رياضيا هي أننا نوحد المقام بهذه الطريقة، دونك يساوي جذر x ناقص 1 على x. هذه هي جي بريم دو x quel que soit x appartient 0 plus l'infini. Alors, هنا 0 الدالة غير معرفة، جي بريم غير معرفة في صفر لأن عندنا x في المقام. ب بين أن الدالة جي تزايدية على المجال 1 plus l'infini. ب لنبين أن جي تزايدية على 1 بلس لانفيني. كتلاحظوا بان طريقه طرح الاسئله راه تساعد التلميذ، يعني ديجا عطاونا تزايديه، يعني فقط خصنا نبينها. دونك على المجال 1 بلس لانفيني، دونك نعتبر اكس ابارتيان لواحد بلس لانفيني، اذا اكس اكبر من او يساوي 1. نحاولوا نشوفوا الإشارة ديال جي بريم دو إكس. إذن جذر إكس أكبر من أو يساوي 1، وبالتالي جذر إكس ناقص 1 ناقص 1 أكبر من أو يساوي 0، ونعلم أن إكس أكبر لأنه أكبر من 1، أكبر من أو يساوي 1 هي أكبر قطعا من 0. إذن القسمة غتكون، إذن جذر x
ناقص واحد على x اللي هي g prime de x أكبر من أو يساوي صفر quel que soit x appartient المجال واحد plus l'infini. إذن g تزايدية على المجال واحد plus l'infini. السؤال الموالي اللي هو سؤال جيم نهبط شويه. استنتج ان لكل اكس من المجال واحد بلس لانفيني عندنا الاندو اكس اللي هي محصوره بين صفر و2 جذر اكس، ثم عطونا مساعده اللي هي لاحظ ان دونك هذه غنستعملوها مباشره جيم لنبين ان ال اندو اكس محصور بين صفر و2 جذر اكس ملاحظة عندنا 2 جذر x ناقص 2 أصغر من أو يساوي 2 جذر x. الآن نزيد المجال لأن ضروري المجال كيل كسوا x superior و يقال 1 عطونا في المجال 1 plus لانفين. دونك لدينا g تزايدية على المجال واحد بلس لانفيني. ماذا تعني تزايدية؟ أن كيل كسوا إكس ينتمي لهذا المجال أبارتيان لانترفال واحد بلس لانفيني، عندنا جي دو إكس أكبر من أو يساوي واحد. إذن جي دو إكس، لاحظوا بأن جي تزايدية يعني إذا كانت x هنا x أكبر من أو يساوي واحد، إذا دخلت عليهم g لا فونكسيون بما أنها تزايدية غتكون أكبر من أو يساوي g لواحد. الآن g لواحد ممكن نحسبهم g لواحد هنا مباشرة، g لواحد يساوي 2 ناقص 2 ناقص ln ديال واحد اللي هي صفر، إذا كتساوي صفر. يعني أن جي لي إكس أكبر من أو يساوي صفر. إذن نعوض جي لي إكس بالقيمة ديالها، جي لي إكس كتساوي إذن جي لي إكس اللي هي 2 جذر إكس ناقص 2 ناقص إل إن دو إكس أكبر من أو يساوي صفر كيل كسوا x appartient l'intervalle 1 plus l'infini. يعني أن 2 جذر x ناقص 2 أكبر من أو يساوي ln دو x. لاحظوا رديت ln للطرف الآخر، يعني ln دو x أصغر باش نكتبها بهذا الشكل أصغر من 2 جذر x ناقص 2 كيل كسوا x appartient 1 plus l'infini. حسب ما ورد في المعطيات عندنا هذه القيمة اللي هي 2 جذر x ناقص 2 أصغر من أو يساوي 2 جذر x، يعني ممكن نكتبه بأن ln دو x أصغر من أو يساوي 2 جذر x. علاش؟ لأن هذه أصغر من 2 جذر x. احنا كنعرفوا بأن x إلا كانت في المجال 1 بلس لانفيني ln دو x كتكون أكبر من أو يساوي صفر، لأن هذا لا تزايدية، وبالتالي ممكن ندير هنا أصغر من أو يساوي هنا صفر، أصغر من أو يساوي ln دو x أصغر من أو يساوي 2 جذر x كيل كسوا x أبارتيان ل 1 بلس لانفي. على النتيجة المطلوبة في التمرين. الآن مرو السؤال الموالي دال بين أن لكل x من المجال واحد بلس لانفيني دال
بين ان لكل اكس من المجال 1 بلس الانفيني عندنا ln دو اكس على بوسونس 3 على اكس كاري انفيريور 8 جذر على جذر اكس، ثم استنتج النهايه عند بلس الانفيني ديال ln دو اكس على بوسونس 3 على اكس كاري لنبين ان ln دو اكس على بوسونس 3 على اكس كاري صغر من او يساوي 8 على جذر اكس، ثم الصفر كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني. لدينا حسب السؤال السابق، كيل كو سوا اكس ابارتيان 1 بلس لانفيني يعني ينتمي الى 1 بلس لانفيني، عندنا ال ان دو اكس محصور بين الصفر و 2 جذر x، نرفع الاس على بوسونس 3 اس 3 ال ان دو اكس اس 3 صار من او يساوي ان صفر 2 اس 3 يعني 2 في 2 4 في 2 8 ثم جذر اس 3 اعطينا x جذر x. بما ان كنخدمو فهاد المجال اللي 1 بلس لانفيني يعني ان اكس يخالف صفر، وبالتالي ممكن نقسم على صفر على اكس، عطينا ال ان دو اكس هنا، اذا ال ان دو اكس اس 3 على نقسمو على اكس او كاري تكون اصغر من 8 اكس جذر اكس على اكس اس 2، نختزل x مع x تبقى لنا النتيجة التالية ln دو x على بوسونس 3 على x كاري محصور بين 0 و 8 جذر x على x، و x هي جذر x مضربة في جذر x، غنختزلو بجذر x نحصلو على النتيجة المطلوبة اللي هي ln دو x 3 على x كاري محصور بين 0 و 8 على جذر x كيل كو سوا x في الانترفال 1 بلس لانفيني، ثم استنتج النهاية نكتبو مباشرة هنا لنستنتج ليميت ديال ln دو x ربيسونس 3 على x au carré and plus l'infini. Alors, là, il y a limite de 8 à la jadre x and plus l'infini. On a 8 à la plus l'infini, il y a 0. Et ln de x et ln de x à la 3 ou 3 à la x au carré محصور بين 8 على جذر x و 0، إذن كنتيجة نهائية لا ليميت ديال ln دو x أس 3 على x أس 2 عند بلس الانفيني كتساوي 0، النتيجة النهائية. ثانيا ألف بين أن الدالة الجي المعرفة بما يلي جي دو إكس، دونك عطاونا جي دو إكس يساوي إكس عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص ال إن دو إكس، هي دالة أصلية للدالة جي على صفر بلس لانفيني، دالة نكتبو دالة أصلية لجي دو إكس على صفر بلس لانفيني، هنا عطاونا الدالة الأصلية، نحسب فقط الاشتقاق، لدينا نعود جي كتابة جي دو إكس يساوي إكس عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص ال إن دو إكس، هاد الدالة عبارة عن جداء، دونك يا إما نشرو نستعملو النشر ثم الاشتقاق
et من استعملوا الشقاق ديال f fois g prime كتساوي f prime fois g زائد f fois g prime. دونك هذه هي القاعده اللي غنستعملوا. اذا g prime de x كتساوي الشقاق ديال x هي واحد ثم مضروبه في g في الداله كلها ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر x ناقص ln دو x زائد f اللي هي x زائد x ثم الاشتقاق ديال هادشي اللي بين قوسين. الاشتقاق ديال واحد هو صفر هنا يعني صفر زائد 4 على 3 الاشتقاق ديال جذر x هي واحد على 2 جذر x والاشتقاق ديال ln دو x هي واحد على x يعني ناقص واحد على x. نبسط إذن دونك هنا غنعطيو نشرو يساوي ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر x ناقص ln دو x زائد x نضربها هنا غنختزل ب 2 عطيتنا 2 على 3 جذر x ثم ناقص 1 ناقص 1 مع ناقص 1 عطيتنا ناقص 2 ثم هنا غنختزلوا بجذر x نختزل بجذر x يعني تولي نكتبوا هذه هي الاولى 4 على 3 جذر x زائد 2 على 3 جذر x ثم ناقص ln دو x اللي هي ناقص 2 زائد 6 على 3 يعني 2 جذر x ناقص ln دو x. غنرجع للدالة ديالي جي بتي جي دو x دونك جي بريم دو x دائما كتساوي كتبوها بنفس الشكل 2 جذر x ناقص 2 ناقص ln دو x اللي هي جي دو x وبالتالي جي دو x دالة أصلية لي جي دو اكس. بحال هذا النوع ديال الاسئله راه بسيط جدا لان النتيجه كتكون معروفه اصلا يعني حتى الا غلطي في شي اشاره هنا في الحساب ممكن ترجع وتعاود ب وحسب التكامل من 1 حتى 4 جي دو اكس دي دو اكس ب لنحسب الانتجرال من 1 حتى 4 جي دو اكس دي دو اكس. لدينا حسب السؤال السابق جي دو اكس دالة أصلية لجي دو اكس. إذن هاد الانتجرال من واحد حتى الأربعة جي دو اكس دي دو اكس يساوي جي دو اكس بين 1 و 4 يساوي جي دو اكس نعوضها اللي هي اكس عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر اكس ناقص ln دو اكس بين 1 و 4 نحسب يساوي بالنسبة لأربعة تعطينا 4 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 مضروبه في جذر 4 ناقص ln ديال 4 ثم ناقص بالنسبه لواحد ديروا ناقص 1 ناقص 1 زائد نعوضوا هنا بواحد 4 على 3 جذر 1 ناقص ln ديال 1 نبسط ناقص 4 زائد هنا 2 2 في 4 8 8 4 يعني 32 على 3 ثم ناقص ln ديال 4 هنا ناقص ناقص 1 هنا جداء عوضتو ناقص 1 عوضتو بناقص مباشرة جذر 1
هي واحد، ln واحد يساوي صفر. دونك كتبقى عندنا ناقص واحد زائد أربعة على تلاتة يساوي ناقص أربعة زائد 32 على تلاتة ناقص ln ديال أربعة. ما بين قوسين يساوي أن ناقص تلاتة زائد واحد يعني زائد أربعة، عفوا ناقص تلاتة زائد أربعة يعني واحد على تلاتة، مع ناقص غتساوي ناقص واحد على تلاتة يساوي 32 ناقص واحد يعني 31 على تلاتة ناقص أربعة ناقص ln ديال أربعة. أنا كيبقى الحساب فقط، ناقص غنوحدو المقام 12 على تلاتة ناقص ln دو كاتخ. يعني هاد الانتيغرال دو جي ل إكس يساوي ندي دو إكس من واحد حتى لأربعة يساوي 31 ناقص 12 يعني 19 على تلاتة ناقص ln ديال أربعة. النتيجة النهائية ديال السؤال. وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.